توفيت ولها زوج وأم وأب وإخوة من الأم، هل يرثون؟ لا يرثون، الإخوة من الأم لا يرثون لأنها ليست كلالة، لأنها لها أب، لها أب فليست كلالة. والإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في ثلاثة أمور، وعيد، الإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، يعني كلالة لا أب له ولا جد ولا ابن ولا حفيد، وإن علا وإن نزل. ثانيا ذكرهم كأنساهم في الميراث. ثالثا لا يزيد نصيبهم بحال مجتمعين عن الثلث، وتنتظمهم الآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.